النهارده، وده شيء مهم جدا، احنا كان او النهارده حصلت القمه الثلاثيه اللي كنا بنتكلم عليها باعتبارها القمه المرتقبه. فقمه الرئيس عبد الفتاح السيسي استضاف في هذه القمه الثلاثيه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الاردن، والرئيس محمود عباس ابو مازن رئيس فلسطين. طيب كان فين؟ كنا في العالمين، واتكلمنا انا وحضراتكم على مساله التموضع السياسي للمدن، وده اللي حصل في العالمين. خلاص، ايه اللي كان بيحصل في القمه الثلاثيه؟ تطورات القضيه الفلسطينيه في ضوء المستجدات اللي بتحصل على ارض فلسطين المحتله، الاوضاع الاقليميه والدوليه المرتبطه بها والمؤثره عليها والتي تتاثر بها. اكد القاده الثلاثه على الاولويه اللي بتوليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونيه الدوليه والعربيه علشان نقدر نوصل لتسويه حقيقيه لهذه القضيه، على راسها خد بالك انهاء الاحتلال الاسرائيلي لارض الدوله الفلسطينيه وضمن جدول زمني واضح، واستعاده الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعه بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفي تجسيد دولته المستقله، دوله ذات سياده. طيب على ايه؟ على الخط بتاع 4 يونيو 1967. العاصمه فين؟ القدس الشرقيه. حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة. هنا أقدر أقول لك أنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافته لهذه القمة يعيد القضية الفلسطينية على المشهد الدولي، لأنه تشعر وكأنه المشهد الدولي لا يحمل هما على الإطلاق سوى قضية الحرب الروسية الأوكرانية ومؤخراً النيجر، غير كده ما بيبصوش، أو في بعض الأحوال زي ما بيحصل ما بين تايوان والصين والسلام عليكم. أما قضيتنا العالم يتركها جانبا. مصر عملت إيه؟ حطتها فين؟ قدام العالم كله. ودي مرتين، خلي بالك إن كان قبل كده كان في لقاء من فترة ليست بالبعيدة يعني، وده يمكن اللقاء التاني. خلوني هنا أخذ معانا على التليفون بعد إذن حضراتكم دكتور أكرم حسام، الباحث في الشؤون العربية والإقليمية والخبير الأمني الإقليمي. أهلا بك يا دكتور أكرم. أهلا وسهلا. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. محتاج جدا إن أنا أفهم كتير على مسألة توقيت هذه القمة الثلاثية في العالمين، خصوصا أن القمة كانت واضحة جدا في مباحثتها وتحديد مسألة إنهاء الاحتلال طبقا لجدول زمني العودة للمرجعيات الدولية والمرجعيات العربية في الإطار القانوني. حقيقة حضرتك لخصت بالفعل الظرف الدولي والإقليمي الذي تأتي فيه هذه القمة فيما تفضلت فيه. بالفعل القضية الفلسطينية كانت يعني أقرب لمرحلة النسيان خلال السنوات الماضية، لكن مع الحرب الأوكرانية الروسية وتسارع الأحداث على المستوى الدولي بالفعل تراجع الاهتمام بنسبة كبيرة جدا، خصوصا من الدول الراعية والدول الضامنة. إذا بنتكلم على المستوى الأمريكي والمستوى الأوروبي تحديدا، لذلك يعني زي ما حضرتك اتفضلت يعني واضح ان في تحركات مصريه يعني جاده وسريعه ومتلاحقه من خلال عقد مجموعه من القمم سواء على المستوى الثنائي مع الجانب الفلسطيني او الجانب الاردني او على المستوى الاقليمي، ده شاهدناه في عدد من اللقاءات، منها مثلا اجتماع شرم الشيخ، اجتماع العقبه، منتدى النقب الاول، كل هذه الاجتماعات بجانب طبعا اللقاءات اللي بيقوم بها السيد الرئيس ومعالي وزير الخارجيه، سواء على المستوى الداخلي في مصر يعني مع مسؤولين يعني دوليين ياتون للقاهره او الوزارات الخارجيه للسيد الرئيس او على مستوى الخارجيه، هناك اعاده تاكيد مره اخرى من جانب مصر على ضروره وجود حل سريع للازمه الفلسطينيه او للملف الفلسطيني وضروره ممارسه ضغط حقيقي على الجانب الاسرائيلي، ليس فقط مساله وقف الاعتداءات وتسليط الهدنه وتسليط وقف اطلاق النار، لكن مصر يعني تسعى وترنو الا ما هو ابعد من ذلك. مصر تبحث حاليا عن اعاده القضيه الفلسطينيه بالفعل الى مسار الحل النهائي عبر يعني مسارات تكون مقبوله وفق للمرجعيات المعروفه والتي هي بالفعل محل الاجماع ومحل تأييد
من المجتمع الدولي سواء على مستوى المؤسسات الامميه او المتحده وغيرها ضمن القرارات الخاصه بالقضيه الفلسطينيه سواء تتعلق بحدود الدوله الفلسطينيه او ما يتعلق بمسائل اللاجئين او غيرها من القضايا العالقه. وبالتالي هذه التحركات من جانب مصر وهذه القمه تحديدا تاتي في ظرف اقليمي ودولي بالغ الاهميه ويعطي لهذه القمه بالفعل قيمه كبيره جدا على المستوى الاستراتيجي خصوصا من خلال المنطلقات التي او المقررات التي يعني توصل اليها القاده الثلاث من خلال التاكيد على مرجعيات القضيه الفلسطينيه مره اخرى في وقت تحاول فيه اسرائيل بشكل مباشر طمس الحقائق وتنفيذ بعض المشروعات الفلسطينيه التوسعيه منها مشروع ضم الضفه الغربيه ومشروع ضم طول الاردن وغيرها من المشروعات التي هي بالفعل محل اتفاق على المستوى الداخلي الاسرائيلي حاليا فيما يتعلق بالتحالف الموجود حاليا ما بين الليكود وما بين يعني الاحزاب الصهيونيه الدينيه والصهيونيه القوميه الاحزاب اليمين الديني واليمين القومي المتطرف. هذه الاحزاب يعني اوكلت لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ترتيب هذه المخططات ومصر على علم تام بكافه هذه المخططات. لذلك كل هذه التحركات من جانب القياده المصريه المعلن منها وغير المعلن. غير المعلن هو ربما يكون هو الكثير يعني. اعاد ويعيد مره اخرى التاكيد على ان مصر والاردن تعتبر الدولتان الاكثر يعني انخراطا في هذا الملف. يدركان تماما ابعاد كل هذه التحركات ويحاولان بالفعل يعني اعاده العجله مره اخرى الى مسارها. طب دكتور اكرم انا مش عايز اطول عليك بس انا مهم عندي ان انا افهم منك مدى لو صح تعبير يعني مدى متانه او هشاشه وضع الحكومه الصهيونيه الحاليه في الارض المحتله لانه طبقا لمدى متانتها او هشاشتها تنجح او على الاقل نقدر نتقدم في مفاوضاتنا معاهم. الحقيقه الحكومه الحاليه بتواجه مشاكل طبعا ورغم ان هي يعني يحاول فيها رئيس الوزراء ان يبدو كما اعتاد نتنياهو في كل حكوماته السابقه ان يبدو الرجل الاقوى في اسرائيل من خلال وطبعا معيار القوه من وجهه نظر الليكود تحديدا ومن وجهه نظر اليمين الطرف في اسرائيل هو من ينكد اكثر الفلسطينيين، من يعتدي عليهم اكثر، من يستطيع ان يسلب منهم مزيد من الاراضي وغيرها من هذه الامور. الوضع الحالي في اسرائيل بالفعل هو معرض للاكتظاظ لعوامل كثيره قد يكون من بينها ازمات داخليه تحدثت عنها وسائل الاعلام الاسرائيليه نفسها ربما لاول مره الازمه القضائيه او ازمه الاصلاح القضائي في اسرائيل يعني اثارت قضايا كثيره طبعا طالت يعني ليس فقط المجتمع على مستوى الشارع السياسي الاسرائيلي لكن ايضا طالت الجيش وطالت مؤسسات الجيش والامن في اسرائيل بعض او استمرار القاده في الاستخبارات وفي المؤسسه العسكريه وبعض الجنود يعني رفضوا هذا التعامل خلال موضوع الاصلاح القضائي وبعضهم رفض الانتخابات العسكريه وغيرها من المؤشرات التي تحدث عنها حتى قائد الجيش نفسه في احد التصريحات بان هذه تعتبر اكثر ازمه تواجه اسرائيل على المستوى الداخلي لانها طالت يعني مؤسسات حيويه مؤسسات سياديه وضع الدوله فيما يتعلق بمصالحها الوطنيه الداخليه بالاضافه لقضايا كثيره من وجهه نظر الشخصيه ان اسرائيل تواجه خلال الفتره الحاليه وهذا ربما قد يظهر خلال السنوات القليله او الاشهر القليله القادمه الضغط المتزايد من الشارع اليهودي او الشارع الاسرائيلي الذي اصبح يكتشف بمشاعر التطرف الديني تظهر بشكل كبير جدا في ممارسات المستوطنين. الان القرار السياسي الاسرائيلي اصبح في الشارع وهذا في الشارع الاسرائيلي وفي يد المستوطنين وهذا في منتهى الخطوره وهذا ايضا تدركه القياده المصريه وتدركه القياده الاردنيه والقياده الفلسطينيه. لذلك كل هذه التحركات حاليا هي محاوله استغلال الوضع الحالي في اسرائيل لتغيير هو بالفعل في حال الضعف لمحاوله يعني وضع مسار السلام مره اخرى والضغط على الطرف الاسرائيلي للوصول الى يعني مسار للحديث مره اخرى عن عمليه سلام مقبوله بجانب طبعا الجهد المصري الخاص بموضوع المصالحه الفلسطينيه ولم الشمل وربما كان في طبعا قصد امناء القضاء الفلسطينيه المصري في العالمين
الاسبوع الماضي وحقق نتائج اظن ايجابيه جدا. أنا بشكرك جدا يا دكتور أكرم، ونورتنا وشرفتنا بهذه المكالمة. الدكتور أكرم حسام، الباحث في الشؤون العربية والإقليمية والخبير الأمني الإقليمي.